FM. الكل مليك. نحن شعارين أنه السهام التي تكسر كل الجبهة. هذا معنى أن الجبهة ماشية في الطريق الصحيح وهي قاعدة تقلل في الأطراف اللي يحبوا ينفذوا برامج غير البرامج اللي تصلح لتونس والشعب تونس. هل من البرنامج بتاعكم ستقاومون الحكومة في الشارع؟ هل هذا موقف؟ نعم. ما تجمش تجير أو تقول من الأول رانا سنقوم الحكومة في الشارع. لا. عندما يقتضي النزول الشارع فننزل. هذا النقاش فيه. مناضلي الجبهة في المنطقة المانة بتاع جنوب. حتى وراه مع الناس بطبيعة الحال للاحتجاج وللمساندة. الجبهة الشعبية عندها واجهة نتاع نظام في البرلمان. نحن موجودين في المنظمات الاجتماعية. وقت يقتضي النزول الشارع هذا يحق راه مضمون دستوريا. بطبيعة الحال لا نحتاجه. النهارية في ذكر شكري هبطنا للشارع بطبيعة الحال. وعندما الحكومة تأخذ إجراءات نعتبرها غلطة ونعتبرها ضر لا شعبية. الكل مليك.